يزيد تتعطي شو أيوة هنا 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 زبدة أقول لك إن ما قد صورني الشك في قرواتي نفس هذه الحزة قسم بالله. ليه؟ يعني يا أخي يعني جاي من المحطة عشان أتوقف يعني أحس إنه ندير شؤم والله العظيم. بعدين اشتكت المحطة. اشتكت المحطة الحين؟ وأنت تقول عجبك المكان؟ هالقم بالحال خلص سالفة القم الحين. أيوة أنا عاجبني المكان. أمسك دقيقة. أيوة أنا عاجبني المكان. العصعصي أنا عاجبني المكان، المكان مختلف يعني شوي فكينا من الرملة بس يعني بالمصلح ما لقى يعني ما لقى ما تذكر عنده أرض للحين. تحرك 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 الله لا يوفقه هذا المصلح ذا هذا اللي فاقع قلبي يا عيال. يعني سبحان الله فجأة يجيك يقول لك والله هذا المبنى الأرض اللي تحتها حقتي أبغاها. وش سفرة هي أسحبها لك وأعطيك إياها جد؟ شو بغض النظر أنك على وجهك بس أحس كلامك صحيح. أنا دائما أقول الصدق تحت الضغط. أنا أصلا بمصلح أحس كذا والله أعلم إنه هو قاعد ترقب لين صار الموضوع ثم جاي طالب. إنه قد قاله خالي قد قال إيش قال؟ قال إنه إنها أكل حق ريتان. أيوة هو مخطط للموضوع قاعد يترقب. أنا أعرف أنا. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب الحين ايش بنسوي معه؟ شوفوا شباب احنا لازم نشوف الجانب الايجابي من الموضوع. الحب يصلح ما يفسده العالم. ها؟ وش ما اقول لك يعني نرسل له ورد احمر ولا ايش؟ يعني بقول لك شغله. ما سالتوا نفسكم من اللي طلعنا من التوقيف؟ خالي بس مين اثر على خالي؟ مين؟ صافي. ايش دراك؟ يا حبيبي لما رحت اودي الاكياس دي عندهم طلعت لي كذا بابتسامة أعطتني كاسة موية بعدين سوت لي كذا في عارف ذيك اللي تجي فيها سعادة اللي فيها معها تسجيل خروج. إيه لا ما أعرف أنا قرأت لها قصيدة. قل إيه عندي فضول أعرف وش بيت الشعر تكفي. يقول إيش اسمه صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. صعقت معلومها يوم صعقت والله دخلت يعني انا ما عاد لقيتها بعد القصيده شكلها راحت من تحت. إيه مد رجولك يقول بس مد رجولك بالله العراقيل بس صدقوني يعني الموضوع ترى هو بس شعر الفريون. انت بس شوفوه من الجانب الايجابي بس مو يترديتر الشعر. الله يسلمك مد رجولك تعبت والله ماني خلق خلاص كسرت ساجي. الله يسعدك يا وليد حبيبي والله حاضرين زبده. هي اسمع دقيقة يا أخي في شيء في السنة هذا في إعلان حق مكينة حلاقة قاعد يطلع لك تيك توك يقول لنا ما تجرح. أنا لعبت فيه النمو أسحبك تجربها؟ لا ما جرب ألا تجرح. هو يقولون إن فيه نوعين أصلي وتقليد بس ترى كلها مضروبة. وواحد من العيال والله قال إني شفته هذا حقي الحفلي. لا تصدقون صحيح رقدوا يا عيال خلونا نرقد صحيح وبكرة عندنا شغل.